الفطور جاهز. ها شايفتك رايح. ليش مستغربة؟ رايح على الشغل؟ والله فرحتني فرحتني. هاتي لأشرب شاي. مو تكرم عيونك. أها رجعنا استلمنا مشروع الماتا بعد ما راح منا. أوه ممتاز. مين راح يستلم المشروع؟ منى. كتير منيح. كيفها؟ إن شاء الله صارت أحسن من أول. منيحة عم ياسين، انتقلت على بيتها الجديد وراح تستلم المشروع ابتداء من بكرة، وراح تشكل الفريق اللي راح يشتغل معه. كتير منيح وبرافو عليها. ما راح تشتاق لها أكتر كمان يا عم ياسين. ليش؟ لأنك بكرة مسافر على ألماتا. والله صار لي زمان ما رحت لأي مكان. نحكي بالتفاصيل أنا وياك بعدين. إيه شباب، معلومات المشروع كلها قدامكم، خلونا نطلع عليها. راح ننفذ مشروع بيتألف من 100 وحدة سكنية و5500 شقة وكمان 650 فيلا مع ملحقاتها. أهلا وسهلا أنور بيك. شكرا ست منيرة. حدا سأل عني اليوم؟ إجا كم إيميل حطيتهم على طاولتك. شكرا لك. كرم بيك مكتبه؟ لا مو هنيك، هو بالاجتماع. اجتماع شو؟ كرم بيك عم يقدم معلومات عن المشروع السكني بألماتا وشو لازم يعملوا. مشروع ألماتا السكني اللي بلشنا فيه؟ ايه. بعد اذنك بتحطي لي هي على المكتب؟ طبعا. وهذا المشروع راح يتنفذ على ارض مساحتها 1,000,000 متر مربع، وبما انه المساحه كتير كبيره فلازم. يعطيكم العافيه يا شباب. اهلا وسهلا بانور بيك. اهلين فيكم. ايه اي مشروع عم تدرسوا؟ عم ندرس المشروع السكني بألماتا. والله مشروع ألماتا لازم يستمر. بدنا ندخل بشغل كبير يا انور بيك، ومجال شغلنا رح يتوسع اكثر واكثر. هذا بيلبق لشركتنا يا عم ياسين، شركه كبيره وشغل اكثر. ماشي يا شباب، انتهى الاجتماع. هلا رح نعطيكم اليوم المعلومات المفصله، وهلا شكرا لكم. بخاطركم. أنا ليش ما عندي خبر بهذا المشروع يا كرم؟ ليش نحن مضطرين نخبر بعضنا عن كل المشاريع؟ من قبل كان هيك الوضع، ومن هلأ ورايح هيك رح يكون. كرم شو في؟ ولا شيء. المهم شركتنا ترجع مثل الأول. هيك رح تستمر؟ هيك. كيف رح تمشي الشركة؟ بظن مبيني. بشكل رسمي. يعني نحن ما عدنا أصدقاء، ما هيك؟